بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بسجل أول حلقاتي ومحاضراتي على قناتي الخاصة على اليوتيوب، وبتمنى أن انتوا تستفيدوا جميعا إن شاء الله. أعرفكم بنفسي الأول، معكم دكتور محمد توفيق، عضو هيئة تدريس سابق قسم الجرافيكس والوسائط المتعددة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ومصمم جرافيك بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. الحقيقة أنا بخصص القناة التعليمية ديت مش بس لنقل محاضرات، لا ده كمان عشان أحط عليها الشغل والتصميمات بتاعتي عشان الناس تستفيد، وكمان أحط فيها الخبرة الأكاديمية والتدريسية الخاصة بعمليات التصميم الجرافيكي وأيضا الفوتوغرافيا والوسائط المتعددة. وطبعا بضع ما بين ايديكم صفحتي على الفيسبوك عشان استقبل التعليقات واستقبل الطلبات بتاعتكم. لو في حد مهتم بالمجال وحابب ان هو يعرف اكتر يبعت لي على صفحتي اللي واضحة قدامكم دلوقتي على الفيسبوك ويطلب، وانا اجهز له المحاضرة وارفعها. بس طبعا المطلوب من حضراتكم ان انتوا تسجلوا في قناتي على اليوتيوب اللي هي ظاهرة قدامكم بنفس الاسم، ودي لوحة البانر بتاعتها بنفس الاسم محمد توفيق، وان شاء الله تستفيدوا جميعا. النهاردة انا اخترت موضوع لطيف جدا في التصميم، والحقيقة هو بيمثل حياة. الموضوع اسمه الإيقاع في التصميم الجرافيكي. الإيقاع في التصميم الجرافيكي، تعالوا نشوف مع بعض. بيكون في دايما مصطلح شائع ما بين الناس بيقول رتم الحياة، لكن الحقيقة احنا مش قادرين نفهم او نوصف بالظبط ايه هو الرتم. باختصار شديد لو احنا بصينا لحياتنا اليومية هنلاقي ان مفيش مخلوق يقدر يعيش من غير شهيق وزفير، ما يقدرش يعيش من غير نبضات القلب، ما يقدرش يعيش من غير تعاقب الليل والنهار. وطبعا دي كلها ايات من ايات الله سبحانه وتعالى. لو جينا نفسر الموضوع ده فبنقول ان الشهيق عكس الزفير او مضاد ليه، ان نبضات القلب ما هي الا انقباض وانبساط، يعني حاجات عكس بعض. الليل والنهار، بالنهار الناس بتشتغل وبالليل الناس بتستريح وتخلد الى النوم، فهم برضو عكس بعض. لكن تعاقب المتضادات او الحاجات اللي عكس بعضها ديت بيؤدي الى حياة واستمرارية في الحياة. يبقى اذا نقدر نستخلص التعريف بتاع الايقاع او الردم ان هو تعاقب متضادات، حاجات عكس بعضها بتتعاقب. ما ينفعش يكون مثلا في الحياة شهيق بس، او في نبضات القلب يكون انقباض بس، او يكون في الحياة نهار بس، لازم يكون في حاجة عكسها عشان تستمر الحياة ونحس بيها. ده بيترجم ايضا في عملية التصميم الجرافيكي. الاول نحب نبص على صورة كده عشان برضو نقدر نستوعب معنى الايقاع. لو نظرنا الى فيجر 1 او الشكل رقم 1، فهنلاحظ ان عندي مثلث لونه اسود، وبعدين يليه فراغ، ويجي بعد منه مثلث تاني، ثم فراغ، ثم مثلث، ثم فراغ. وبالتالي انا اقدر اتوقع لو انا حبيت اكمل الشكل هيكون ايه، انه مثلث وفراغ وهكذا. فده اداني نوع من الايقاع.
لأن المثلث الأسود هو كتلة وبعد كده جه بعد منه فراغ، يبقى الاتنين عكس بعض. يبقى أول حاجة نقدر نقول عليها بالنسبة للإيقاع إن هو عبارة عن تكرار، repetition، تكرار وتعاقب لمتضادات عكس بعضها، لكن ده تكرار رتيب، في رتابة، زي الموسيقى العسكرية بيكون فيها المارشات العسكرية، فأقدر أتوقع النغمة بتاعتها بتبقى تن 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 كده. لكن لو بصينا على الجزء الأيمن من الصورة هنلاحظ إن المثلث بدأ يحدث له اختلاف. اختلاف في إيه؟ اختلاف في الحجم واختلاف في القرب والبعد. فهنلاحظ إن المثلث اللي في الأول ده حجمه كبير، أما اللي بيليه أصغر واللي يليه أصغر واللي يليه أصغر وهكذا، فحدث تدرج، حدث تدرج زي الخطوات المتباعدة، فاداني نوع آخر من الإيقاع واداني إحساس بالحركة. تمام، يبقى أنا أقدر أقول دلوقتي إن الإيقاع بالنسبة لي هو أول حاجة إن هو تكرار وتعاقب متضادات، وبعدين في منه المنتظم وفي منه اللي بيديني نتيجة الاختلاف في الحجم والمنظور، يعني بيبعد فبيديني إحساس بالحركة والتقدم. طيب تعالوا نشوف أكثر تفصيلا. لو نظرنا للوحة ديت، ده إيقاع منتظم، مجموعة من الشبابيك متساوية في العرض والارتفاع، وأيضا المسافات ما بينها وبين بعضها البعض متساوية، فده تكرار وده إيقاع متكرر منتظم. يعني لو الصورة دي مش كاملة وحبيت أكملها هقدر أتوقع إزاي هكمل الصورة، هترك مسافة ما بين الشباك والآخر وبعدين أضع شباك وهكذا. نيجي بعد كده للإيقاع المتحرك أو اللي بيديني إحساس الحركة، ده بيظهر جدا في الطبيعة نتيجة اختلاف الأحجام، زي ما احنا شايفين النباتات وعندنا كمان في الحيوانات زي الحمار الوحشي، بنلاحظ ان الجلد بتاعه عبارة عن خطوط، هنا الخطوط بتكون طولية، هنا عرضية، هنا كبيرة، هنا صغيرة، هنا جاية بزاوية، هنا جاية بميل وهكذا. فحدث نوع من الإيقاع في هذا التأثير. كذلك هنا برضو في النمر هنلاحظ إن في خطوط عرضية، في خطوط رأسية، في خطوط كبيرة، في خطوط أنحف، ففي اختلافات، وطبعا بيكون في فراغات ما بين الخطوط وبعضها، فبيديني الإيقاع المتحرك ده إحساس بالحركة. طيب يبقى إذا أنا أما أجي أعمل تصميم وبأسس فيه من أسس التصميم ومبادئ التصميم مبدأ الإيقاع، لازم أخد بالي علشان أعمل حركة يكون فيه أحجام مختلفة، يكون فيه نوع من المنظور، حاجة قريبة وحاجة بعيدة. بنيجي بعد كده للنوع الأخير للإيقاع اللي هو الإيقاع المتقدم، اللي أنا بحس فيه إن في منظور، كأني في خطوات زي الصورة ديت، ده درج أو سلم. بلاحظ إن على الرغم من إن
كل الدرج ده فعليا في الواقع متساوي، لكن إحساس المنظور اداني نوع من الإيقاع، بمعنى إن القريب هنا بيكون كبير، وبعدين كل ما ببعد بيبقى أصغر فأصغر 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 فأصغر، تمام؟ فده نوع من الإيقاع بنسميه الإيقاع المتقدم. نرجع تاني للصورة الأولانية، ونحب نقول إن من مميزات الإيقاع أيضا إن هو بيديني أشكال وملامس، ودي هنفرد ليها حلقة خاصة عشان نفرق ما بين الأشكال والملامس. أتمنى إن احنا نكون استفدنا النهاردة بالحلقة الأولى من التصميم الجرافيكي، موضوع الإيقاع، وطبعا في انتظار تعليقاتكم وانتظار طلباتكم لشرح موضوعات أخرى في التصميم الجرافيكي، في الفوتوغرافيا، وكمان في المالتي ميديا، أو أي شيء في مجال الجرافيك ديزاين. بتمنى لكم الاستفادة والتوفيق، وشكرا، وإلى اللقاء.